صار لي ساعة قاعد أدق عليك مع منو خط ثاني؟ كنت أكلم فهد. وش يبي حضرته؟ خطيبي يعني ما أسولف معه؟ إذا يبي شيء يقوله ويصك التليفون، ما يهدر معاك ساعة. زين أنت إيش تبي الحين؟ كنت بسأل عن الشركة إذا كلموك ولا لا على الأوراق. لا قلت لك أن بلغوني أن الدوام بعد كم شهر مو الحين. ماشي، بس أنا كنت خايف أن الوظيفة تطير من إيدك. لا أصلا فهد قال لي نأجل موضوع الدوام الحين، يعني على الأقل سنة، لأن راح نسافر روح شهر العسل، وأصلا إذا رجعت قال لي نغير مكان الشركة هذه ما يبيها، يعني أبوي يقدر يتوسط لي بمكان ثاني. في شيء ثاني بعد؟